تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر اتصالا هاتفيا من دولة ماهندا راجاباكسا رئيس وزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة. تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها على مختلف المجالات. أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهمية العمل المشترك والتضامن الدولي في مواجهة التحدي الذي يمثله انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم، مشيرا سموه إلى مساندة مملكة البحرين لجهود جمهورية سريلانكا الصديقة في التصدي لخطر هذه الجائحة، متمنيا سموه لسريلانكا وشعبها الصديق دوام السلامة والعافية. ونوه سموه بروابط الصداقة الوثيقة مع جمهورية سريلانكا الصديقة وما يشهده التعاون بين البلدين من تطور مستمر، ومشيدا سموه بإسهامات الجالية السريلانكية في دعم وتيرة النماء والتطور في مملكة البحرين. من جانبه عبر دولة ماهندا راجاباكسا رئيس وزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة عن تقديره العميق لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر لما تقدمه حكومة مملكة البحرين من رعاية واهتمام بأبناء الجالية السريلانكية المقيمة في المملكة، وما تتخذه المملكة من إجراءات احترازية لحمايتهم وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، بما يعكس إيمان المملكة وتمسكها بالقيم الإنسانية النبيلة التي تجمع شعوب العالم. وأشاد رئيس وزراء جمهورية سريلانكا بالنجاحات التي تحققها مملكة البحرين في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، متمنيا للمملكة ولشعبها الصديق كل الخير والنماء.